أعزائي صباحكم سعيد، متواصلين بفقرات برنامج يوم جديد. وفي أولى فقراتنا اليوم رح نحكي عن برنامج ريادة الأعمال للشابات اللي بتنظمه وزارة الشباب بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. هذا البرنامج اللي بدأ التدريب له ورح ينتهي يوم الجمعة إن شاء الله لمجموعة من الشابات من دول الخليج. رح نحكي أكثر عن هذا البرنامج وأهدافه، وأيضا رح نستعرض لمشاركات من دول الخليج العربي. لنحكي أكثر معنا اليوم بهالصباح ضيوفنا الكرام، الأستاذ محمد الرواشدي المنسق العام للبرنامج. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. الله يسلمك. وأيضا سارة المنصوري من الإمارات، أهلا وسهلا فيك سارة. وريهام الشمري من السعودية، أهلا وسهلا فيكم، صباحكم سعيد. أستاذ محمد، بداية نحكي عن أهم الموضوعات اللي تضمنها هذا البرنامج وهو لأول مرة مع دول الخليج العربي. بالبداية بشكر التلفزيون الأردني وبالأخص برنامج يوم جديد على هذه الاستضافة الطيبة واهتمامكم الدائم ببرامج وأنشطة وزارة الشباب. الآن هو البرنامج يعني الهدف الرئيسي منه هو التعرف على ريادة الأعمال وعلى المهارات اللازم توفرها في الريادي بحيث يكون ناجح في عالم الأعمال. أيضا التعرف على ريادة الأعمال في الأردن ودور القطاع العام والخاص في دعم الرياديين والمشاريع الناشئة. أيضا دور حاضنات ومسرعات الأعمال في دعم الرياديين والمشاريع الريادية. أيضا التعرف على طريقة تقديم الأفكار وعلى طريقة ابتكار نموذج العمل وخطة العمل. طبعا نظمت وزارة الشباب هذا البرنامج بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالشراكة مع شركة زين. نعم، طبعا البرنامج بدأ وهو أوشك على الانتهاء، لكن رح تعرف أكثر من سارة على مشاركتك بهذا البرنامج. أول مرة بتشاركي فيه، تحكي لنا إيش استفدتي منه؟ طبعا البرنامج كان رائع جدا، وأنا أشكر المنسق محمد الرواشدة على التنسيق الرائع، لأن يعني نحن استفدنا بكمية كبيرة، لأنهم نقلونا ناس واقعيين، تجارب واقعية، فهذا الشيء يعني خلانا نحن نستفيد بكمية جدا كبيرة. فيعني أنا من المشاركة يعني أتوقع أن يعني أن أنا بكمل زيادة وبنشر هالشيء يعني اللي استفدته من خلال البرنامج للكل. يعني إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق. ريهام، يعني تحكي لنا عن مشاركتك بهذا البرنامج. طبعا أنتم بتشاركوا بعدين ترجعوا بتدربوا صبايا بدولكم. أول شيء زي ما قالت سارة أحب أشكر صراحة، يعني هنا حسينا كأننا في بلدنا الثاني، ما قصروا معنا أبد، وكانت تجربة جدا رائعة. في لها أكثر من منظور، عندك المنظور اللي هو learning أو knowledge، الاكسبرتيز اللي جابوهم لنا عشان يعطونا النولج والخبرات اللي عندهم، كان عبارة عن أسبوع مليء بالشغف، مليء بالإنجازات، ناس ما شاء الله حققوا وأنجزوا وكان عندهم إرادة، فكان هذا مرة إنسبريشن لنا. الجانب الآخر التجارب هذه، أنا أعتقد المشاركة بين وفود متعددة من مختلف المناطق في الوطن العربي جدا مثرية وجدا مفيدة، وجدا احنا قاعدين نكون علاقات مع مجتمعات، يعني مع مجتمعات متشابهه لكن مترابطه في نفس الوقت. فاحنا في هذه السفره ولا في هذه الرحله ولا هذا البرنامج استفدت من خبرات زميلاتي الموجودات من كل مناطق الخليج والاردن كذلك. طبعا معنا مجموعه بنات ما شاء الله شابات من الاردن، فصراحه تجربه مره ثريه، مره مفيده. عندي كثير أحكي له للناس اللي صحباتي واليونج بزنس ليدرز اللي في السعودية، فحب أشكرهم صراحة، يعني تعبوا معنا. يعطيكم العافية. أستاذ محمد، يعني إحنا عم نحكي عن فعلا تجارب وخبرات، والجميل عرض تجارب أيضا حية. هذه التجارب الحية وشهادات اللي قديش بتقدر توصل للصبايا، قديش بتقدر تساعدهم في أعمالهم، وأيضا يعني في نقطة مهمة، مش بس أعمالهم، هم أيضا هم مش راح ينقلوا هاي الخبرات. نعم. للمحيطين لما يسافروا. احنا بصراحة لإعداد هذا البرنامج ركزنا على هذا الجانب، بحيث انهم كان في عندهم زيارة لمركز الحسين للأعمال، وهناك قمنا بزيارات لشركات داعمة لرواد الأعمال،
وخليناهم يلتقوا مع رواد الأعمال وهم يشتغلوا على أرض الواقع. وكان في هناك أيضا عرض لقصص نجاح لسيدات أردنيات عن مشاريعهم الريادية الناجحة. وأيضا يعني الشركتين اللي زرناهم هناك هم شركة زين منصة زين للإبداع اللي هي زينك، وشركة أويسز 500 اللي بدعموا الرياديين وبدعموا المشاريع الناشئة. يعني يمكن أنت ذكرت حتى تجربتين ناجحين جدا. نعم. وأنا دايما بشوف فيهم شباب وشابات عم بيستفيدوا عم بيكونوا موجودين دائما لحتى أكثر هم يقووا معرفتهم. سارة يعني أيضا ما كانتش يعني البرنامج أيضا يتضمن في جولات خلينا نحكي سياحية رح تكون بالأردن، أنت لأول مرة بتزوري الأردن؟ هي لأول مرة وإن شاء الله بتتكرر إن شاء الله. شو انطباعك وخصوصا أظن لسه رح تروح، وين رح يعطوكم؟ امبارح رحنا على البتراء. رحتوا البتراء واليوم على جرش وعجلون إن شاء الله. كيف كان انطباعك عن البتراء؟ طبعا أول شيء حابة أقول إن الأردن بلد مضياف وأهل كرم، والصراحة ما قصروا ويانا من جميع النواحي، واستفدنا وشفنا وايد أشياء حلوة، ويعني ما شاء الله من كل النواحي كان كل شيء ممتاز ورائع. والبتراء الصراحة استمتعت فيها لدرجة إني أفكر أرجع لها مرة ثانية. جميل. شو كان انطباعك عن البتراء ريهام؟ والله مو بس البتراء، الأردن بشكل عام يعني أنا فوجئت، يعني ما شاء الله مكان رائع والأماكن السياحية كثيرة. ورحنا غير البتراء حتى ودونا أماكن سياحية هنا، رحنا الرينبو ستريت، رحنا البوليفارد، التاج مول، فالأماكن كلها كانت أماكن لها انطباع آخر عن الثاني. يعني البتراء شيء تراثي وشيء يعني شيء حضاري رائع، ولازم الواحد اللي يجي الأردن صراحة حسافة يرجع بلده ما يشوف البتراء. وبنفس الوقت رحنا الأماكن اللي حقت الشباب لتسكولد، يعني الأماكن السياحية الخفيفة. لسه انتوا رايحين جرش، يعني لسه جرش كمان جميله جدا، فيعني في اماكن فعلا بالاردن حلوه. ساره شو رح تنقلي لما ترجعي؟ يعني خلينا نحكي سياحيا، يعني احنا كمان بهمنا تنشيط السياحه البينيه بيننا وبين الدول العربيه وانتم الاقرب لنا. شو رح تنقلي اللي شفتيه؟ اللي راح انقله اللي حبيته اكثر شيء ان حسيت ان الاردن حضاره، يعني تجمع ما بين الماضي وما بين الحاضر، يعني المباني الموجوده كانت يعني الواحد يندمج لما يشوفها. وراح أنقل يعني إن فيها أماكن سياحية يعني حرام الواحد ما يزورها، يعني بيفوتها. كلمة أخيرة ريهام عن الأردن. الأردن صراحة يعني شعبها يكفي، ناس يعني طيبين وشهامة على قولتكم. الله يخليك. وناس مضياف وما قصروا معانا في ولا شيء، يعطيهم ألف عافية. كانت تجربة رائعة من كل النواحي، سواء كانت سياحية أو كانت ثقافية أو تعليمية أو حتى من ناحية ريادة الأعمال بشكل عام. نعم، يعني أنا بدي أتمنى لكم كل التوفيق وتكونوا استفدتوا من هالبرنامج وتنقلوا هاي الخبرات أيضا لزميلاتكم في دولكم. الأردن بلدكم الثاني، ونقول يا هلا ويا مرحبا فيكم. شكرا. أعزائي راح ننتقل وإياكم إلى زملائنا في قافلة برنامج يوم جديد وزميلنا رعد الرقاد. رعد يعطيك العافية، أنت والزملاء معك في أم